هلا، وطبعا اليوم هذا الفيديو مشتريات المدرسة، فهنا يعني قاعد أدليكم، فهنا الكتب جلدتهم مثل ما قاعد تشوفون، فهنا قاعد أدليكم يعني نصهم في هاي هو العلوم. فأنا اللي ما يعرف إنه أنا صف رابع، وهذا دفتر، يعني مو دفتر أو دفتر مال الرسم، دفتر رسم. وهذا صراحة ما أدري شنو، بس يعني حبيته إنه شكله شلون، من تكذينه يعني تحسينه هيجي بايت، بس من الورق مالته روعة. وهذا هو شكله، فما أدري بيش. هنا أنا عندي مال اجتماعيات، أتوقع مال اجتماعيات. هاي هو شكله، هذا مثل ما قاعد تشوفون. وهنا أنا شوي يعني حاولت أجيب هذا، هو هذا للقراءة، شكله حلو وثقيل يعني، وبيه واي ورق. هنا أنا يعني الورق المالته، وهذا هو شكله، وبيه صوت طبعا قوي من هيك تطقون عليه. وهنا أنا هذا مال انجليزي، مال انجليزي لازم هيك مخطط العفو، فمال شكله مال اميرات وعجبني فاخذته. هنا أنا عندي مال علوم مثل ما قاعد تشوفون، لان شكله والرسومات اللي عليه كلها خاصه بالعلوم، يعني مكتوب عليه دفتر الحبر. فهنا أنا مثل ما هذا للإملاء صغير، يعني مو كبير، مبين كبير بس هو صغير. وهنا أنا عندي المحفظة، ما حبيت أشتري محفظة بها نقشش، فاشتريت هاي، يعني كل حلوات، وما حبيت يعني هذا أشتري نقشات وهاي، يعني اشتريت من هاي. وانا عندي يعني هواية، فاشتريت هاي لانه مليت من النقشات. وهنا انا عندي قلم صبورة واقلام والمساحة العفو وقطاطة، هاي القطاطة يعني حبيت اجربها، وهاي المساحة. طبعا اخوي يشتري دايما اشياء كبار، فانا اشتري اصغار. وهنا أنا اقلام الرصاص احتاجهم يعني، وهنا أنا قلم جاف، وهنا أنا عندي الالوان كلها. شوف هنا أنا شوي الرجع هذا فيه، وهنا أنا هاي الالوان كلها. وهنا أنا عندي اللاصقات او ورق صغير ملون، فراح اشتري دستة ثانية لانه هاي بتعمتي طتني ياهن، راح اشتري دستة. وهنا أنا مسطرة طويلة، وضحت لكم اياها، هاي مسطرة طويلة. وعندي مسطرة همينة قديمة قصيرة او قصيرة مثل ما سموها. وهنا أنا الاكش بوكس، مثل ما تشوفونه انتو شايفينه، بس يعني حبيت احطه ويا المشتريات لان هو اللي اشتريته ويا المشتريات. واللي سألني المطارة وين، طبعا نسيت احط المطارة، بس المطارة يعني هم طويلة وثقيلة فما جبتها. وهنا أنا فتحتها، وهاي مثل ما قاعد تشوفون فتحتها من الجهة الثانية. وهنا أنا هنا أنا يعني مكان كبير ما بي شيء، وهنا أنا بين ثلاث مكانات. وهاي يعني مثل ما قاعد تشوفون، وهذا أحط الاكس بوكس. اوكي، وان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك شير سبسكرايب وباي.